وقبل يومين على انطلاق الانتخابات الأمريكية، كان لموفد التلفزيون المصري مصطفى ميزار هذه اللقاءات مع أعضاء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية. نتابع. ما زالت أصداء العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية في النسخة عام 2024 تتابع، ونتابع معكم بعض اللقاءات مع أعضاء الجالية المصرية والعربية. يسعدني أن ألتقي بإحدى العضوات داخل هذه الجالية من نيو جيرسي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. لو بنتكلم عن فكرة الانتخابات وعن الجاليات العربية وتحديدا عن الجالية المصرية ودورها في هذه الانتخابات، يعني احنا كجالية مصرية يعني قوة لا يستهان بها، ولازم نكون إيجابيين ولازم نشارك، لأن لازم يكون عندنا وعي لمدى كل صوت ومدى أهميته في الإدلاء بصوته عشان نحقق أهدافنا وننتخب من يمثلنا. من المهم جدا إن احنا كلنا نشارك في الانتخابات، لأن أصواتنا هنا يعني كعرب وكمسلمين مهمة جدا بالنسبة للناخب الأمريكي.